يلا بينا نشوف الـ non-capturing catches في PHP 8. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الوقت اللي فات كنا بنيجي نشتغل على الـ try and catch عشان نجيب أي error بيحصل جوه الكود، وكنا بنضطر نسنده إلى متغير عشان نقدر نستخدمه. في PHP 8 الوضع اختلف وتم إلغاء الخاصية لتصبح وتكون غير إجبارية عليك في تخزين المعلومات إلى متغير. على سبيل المثال خلينا ندي مثال واجي هنا أقول try and catch، وفي الـ try and catch كنا مثلا هقول هعمل function هسميها test value، وهاجي هنا اقول مثلا param هقول if ان الparam ده param يساوي يساوي 0 هقول return throw new مثلا exception، وهاجي هنا اقول this value not 1. اوكي، فكنا بنيجي بنحاول ان احنا نسند الفاليو هنا في التراي، وبنقول ان احنا هنجيب الاكسبشن ونسند القيمة لمتغير. فبالتالي هاجي هنا هقول مثلا test value مثلا 2 او 0، خلينا نقول هنا not 0. اوكي، هنقول is 0، وباجي اطبع الجملة بتاعتي هقول echo e get message. اوكي، طيب خلينا نجرب هنا هنا السيمي كولون. طيب خلينا نشوف، هيقول لي this value is 0، لكن لو حطينا قيمة تانية مش هيحصل اي error والدنيا هتعدي بسلام. انا هنا اسندت القيمة في متغير واصبحت القيمة دي اجبارية عليا ليتم تخزينها على الرام في السيرفر. جم في الاصدار الثامن قال لك والله ان انت ممكن في بعض الاحيان لا تحتاج الى تخزين القيمة، تحتاج فقط الى مثلا ارسال ايميل او ان انت تستخدمها في بروسيس معينة حتى لا تؤثر على عملية السيرفر. فبالتالي الاول كنا بنسند القيمة او الفاليو الى متغير سواء كان سمينا error او e او ايا كان. دلوقتي اصبح الامر لا يحتاج الى اسناد القيمة الى متغير، فبالتالي ممكن انت تعمل process هنا في الكاتش، تعمل مثلا عملية اخبار بالايميل ان في error او failed او فشل في process معينة بتحصل على السيرفر، فبالتالي هتيجي هنا تقول مثلا send email مثلا على سبيل المثال، و هتعمل ريفرش الدنيا ستيل مستقرة، لكن لو حصل اي ايرور هيطلع لك المسج اللي انت عايزها، او ان انت هتسند ميل او هتعمل بروسس تانية بحيث ان انت لا تستخدم القيمة العائدة من الاكسبشن، ويصبح الامر افضل بالنسبة لك as a development واز ان انت في الكود بتاعك لا تحتاج الى تخزين القيم على متغير في هذا الامر. فبالتالي سميت بال non capturing catches، اصبحت يعني لا يتم التقاط القيم او ان هو يصطاد القيمة من الاكسبشن او الثرو اللي انت عامله، عشان ده بيسرع من انتاجك في الكود، وكمان ديك فرصة ان انت يبقى الدنيا عندك اسرع ولا يتم اشغال الرام جوه السيرفر بصورة كبيرة. طبعا الموضوع سهل وبسيط، بس انا ليه بشرحه بتفصيل عشان يبقى العملية واضحة للناس اللي هي لسه بتتعلم PHP، لكن الناس الفاهمة اكيد هتعرف ان النون كابتشرينج هتفرق معهم جدا كمان عشان البرفورمانس بتاع الكود. شكرا، نتقابل في درس جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.